يعني هو الاسم ده هو كريس كوليمان، واللي منكم باقي يصنت الوثائق كاملة راهي منشورة على الطريق، راهي القارية دخلت، قارية طلبي تولي عمرك، حاول ترسل لي حق انفيتاسيون حق. قارية يسلمك طلبي استدعاء. وقطعا عنيان القارية شاهدات على تأثير هذا النوع من الرشوة على الشغل الصحراويين في الأمم المتحدة، وشفناه يشري حتى المنظمات الأفارقة اللي تتكلم باسم الصحراويين في الأمم المتحدة، واللي يعطوا كلمة لذوك الصحراويين المرتشين كاملين، يعني شناهم كيفاش المغرب يشري هذه المنظمات، مثلا فيها أكوا بروستي هذيك اللي تعطي أكريتاسيون لسعداني من الاعتمادات العينين، سعداني من العينين، ذيك المنظمات كاملة رانا إسرائيلية نرحبوا تجي. بالغالية، راهي عادت معنا. مرحبا وسهلا الغالية أوكي جيمي. قال يفتحي الغالية معي. الغالية ميكروفونك مقفول. الله إلا مرحبا وسهلا، ميكروفوني القالي تما تقدر تفتحه انت بنفسك. راني حاولت. راني أفتح. مرحبا وسهلا الغالية. السلام عليكم، يا مرحبتي بك وعليكم أستاذ، السلام. مرحبتي بالأخ محمد الرادي، فرصة سعيدة هذه، والله بيك وهلا، والله مرحبا بالأخت احنا سعداء. ميمة وكل المستمعين ومتابعين الأخ الرادي. والله كاملين، والله شرف لنا كاملين. يا مرحبا اخت غالية، يا تعرف مرحبا، تكلموا الليلة عن فضيحة رشاوي المخزن في البرلمان الأوروبي، والله حتى في الأمم المتحدة. والأخت ميمة راهي تتكلمنا عن وثائق كريس كولمان، اللي هي حقيقة مرجع وإثبات على هذه الفضائح اللي منتشرة. تفضلي الأخت ميمة. قلت عنها الاول اللي ظهرت هي وثائق كريس كوليمان، اللي بعدين لها نرجعوا لها، وقطع عن قاليه عندها ياسر من الشيء اللي تقول عليه. المساله الثانيه هي اخبار بيجاسوس، اللي المغرب اشترى هذا برنامج تجسس لاسرائيل من اجل التجسس على حكام العالم وعلى ياسر من يعني من صناع القرار الجزائريين، الصحراويين، الاسبانيين، الفرنسيين، يعني صراحة المغرب طلعوا له رويشات، وبيه الناس سكتت له عن ياسر، ولا من يعني من مثل مساوية لوجر، طلع له شوية صحك حق الكوراج اللي عاد قاعد يجسس على عالم مولانا كامل. وعلى رؤساء الدول، وعلى رؤساء الدول، وعلى ماكرون هيه، وعلى سانشيز، احنا عارفين عن اللي عدل سانشيز في اخبار الصحراء الغربيه، قطع عنه شيء يعني فظيع من نوعه، لانه ضد صناع قرار الاسبانيين، ضد حزبه، ضد ياسر من الامور اللي نحنايا كصحراويين ما فاهمين ذا اللي وقع شنو، واسبانيين اللي ما هم فاهمين ذا اللي وقع شنو. وهو قطع عنه ضغوطات متينه، معلومات عند المغرب يستعملها. هي هذا آخر شيء، التسبيح، هي التسبيح حق شانسر. آخر شيء يستعمل المغرب هو هذه الفضيحة اللي تفجرت في البرلمان الأوروبي. هي تفجرت أصلا على قطر، يسموها قطر جيت، قايلين جاوا يبحثوا، جبروا عن أصلا إذ البرلمانيين اللي انقبضوا معدلين الفساد في مع قطر، هم كانوا اصلا كليانت بين قوسين للمغرب، يعني المغرب استعملهم من اجل يعني احتلال الصحراء الغربيه، وقطع عنه هذه الخطوط بتاع هذا النوع من الفساد ما هي ليتوفهون، وهي نفس الاسلوب اللي استعمل المغرب في كل عواصم العالم وكل أماكن صناع القرار، هي نفس الأسلوب، يعني الرشوة والفساد والابتزاز، يعني على مصراعيهم من أجل يعني قضى النظر عن احتلال الصحراء الغربية. لكن الحمد لله مولانا معنا، واليوم احنا شاهدين على هذه الفاجعة الكبيرة وهذه الفضاحة الكبيرة اللي المغرب تورط فيها. رأي الأخت الغالية من يمكن تتدخل، يعني لما أعتقد فضلي غالي باش كاملين، يعني قال يتفضل. على ما اعتقد عن ميكروفون عن نعم سامعين سامعينك، لا يتقطع الصوت.
إيه سامعين أكثرك والله. قد يعود من التغطية، تعود إيه تغطية ممكن. أنا عندي بعد على قدر المستطاع عليه نحاول نشارك معاكم كاملين ونشارككم اللي متابعي الأخ محمد الراضي. هذه المعلومات اللي عندنا حول هذه الفضائح. كيف شرط الأخت أميمة، نحن في شغلتنا في مجلس حقوق الإنسان بجنيف هاي السنوات الماضية تم تسريب عدة وثائق اللي هي وثائق أوثنتيك أصلية، رغم أن المغرب حاول يكذب عن ما تسرب عن كريس كولمان، هو وثائق مزورة وتم احتواء هذه الفضيحة بسرعة. نحن قطعا علينا احتواء في ذاك الأوان كان شيء مكدر علينا بهاللي أدلة دامغة على أن المغرب يشتري الذمم، المغرب يأثر على صناع القرار في داخل مجلس حقوق الإنسان وفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان. غير نحن كصحراويين ما عندنا إثبات والله شيء نضحض به ادعاء وعن ذلك التسريبات اللي عبر الناس اللي عدت عليها خبرة واختبار أكدوا على أنها وثائق أصلية وغير مزورة، إلا أنه بسرعة بفعل فاعل بجهود المغرب ومخابراته تم احتواء تلك الفضيحة في ذاك الأوان وخاضت بذيك الحال، ما خلق عليها من الضجيج كيف اللي خالق في فضيحة موروكو جيت مؤخرا في البرلمان بقى في الاتحاد الأوروبي، برلمان الاتحاد الأوروبي. خليني نرجع معك، خليني نرجع معك الأخت غالية لهي قضية مجلس حقوق الإنسان. شو وقع بالضبط يعني باش حد يكتشف فعلا على أنه فم رشاوة معطية الأعضاء؟ يعني ما هي مثلا الأحداث اللي بقات يعني مرسومة وبقات مؤثرة حقيقة وتدل على أنه هاي مؤسسات مخترقة إلى هاي الدرجة؟ مؤامرات توقع في متيان. أولا فيه منظمات مجتمع مدني إفريقية خاصة اللي المغرب شاريها ويعطوا أكريديتاسيون الوفود ماشي بالمغرب خاصة من المنطقة المحتلة. إيه معناها لأنه خالقة جمعيات إفريقية هي اللي تعدل الاعتمادات لذول وغير إفريقية، هي اللي تجيب ذول اللي نقال لهم المجتمع المدني من الأقاليم الجنوبية وكذا. المجتمع المدني وراهي تقد الأخت ميمة ونطرح لكم بعض هذه التسريبات اللي في سنة معينة أعتقد 2014 قبال يوم 6 شهر 7 في جانفي 2014 بعض هذه المنظمات الإفريقية استاءت من عدم توصلها بذيك بالمدفوعات حق اللي كانت السفارة المغربية المعتمدة في جنيف وعدتهم على أنها لي تعطيهم ذيك الأتوات وذيك النقود اللي لهي تخلصهم بها على أنهم الرشاوي المهام الرشاوي اللي لها واستاءوا وباو يعدلوا حدث كان المغرب يبرزوه في الأمم المتحدة في ذيك الفترة وهم ممتنعوا عن تبريزه حكم على أنهم ما فاتوا توصلوا بذيك الرشاوي اللي كانوا واعدينهم بهم عبر مراسلة رسمية من عمر هلال اللي كان أنا ذاك السفير الدائم للبعثة الدائمة للمغرب في جنيف وأصبح الآن في نيويورك، وأكيد على إنه نفس الأعمال اللي عدلها في جنيف أكيد على إنه هم اللي إخباري فيها ولا يعود عدلها هم اللي إذا 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 عمر إذا عمر هلال عمر هلال هذا اللي حاولوا وحدين يبين وحدين في المغرب طبعا من الناس اللي تعدل دعاية المخزن بينهن على إنه بطل وعلى إنه شغال وعلى إنه دبلوماسي كبير. حقيقة هذا الشخص بالضبط لأنه هو مسؤول عن ياسر من عمليات الرشوة والتجسس لفائدة المخزن. هذا ما ظهر في وثائق كريس كولمان كلها موقعة بتوقيع عمر هلال، وهذا ما اللي تقدروا تشوفوه تعرضوه للإخوة المتابعين والمشاهدين يلين يتأكدوا على أن الطابع طابع خاص
السفير أنا ذاك البعثة من المطلب في جنيف واللي يراسل ملي مباشرة وزارة الخارجية أو هذه لجد المخابرات العسكرية. إذن هذه كاملها أمور واضحة خلقت ذيك الساعة يا غير في أي سنوات ماضية يا غير كيف قلت احتواها المغرب بسرعة وأكيد ملي ليعود عبر رشاوي أخرى يكانوا يتم التغاضي وغض الطرف عن هذه القضية واللي قلت احنا أثرت علينا يعني مثل بسيط. أعطيني مثال أعطيني أمثلة حق وحتى الأخت أميمة تتدخل أمها ديرنا تقدم كاملين تكلموا ما عندنا مشكلة. هي أكيد أكيد لأنها الكثير من المعطيات اللي عند الأخت أميمة خاصة لا تشاركنا حتى هي كذلك يعني باش يعود مثلا نحن نحن مثلا منين نمشوا من هون ماشيين مثلا من الإقليم المحتل مثلا المكلمة أشياء من العيون ولهين نسجلوا عندنا مداخلات مكتوبة مقروءة المداخلة المقروءة تقريبا في دقيقة ونصف ليه يسجلوا ملي الإخوة والأخوات اللي ماشي بهم المغرب صحراويين ماشي بهم المغرب من نفس المنطقة من نحن نحن جايبين خطاب اللي جايبين معطيات وجايبين حقائق مثلا ولأن حشماني فيها بينا قايل الحق ليه يطلعوا واحدين أخرين ماشيين معانا وليه يعطوا معلومات كلها مغايرة لذلك اللي كنا نقوله نحن ونحن زي مثلا كنا نشعر به على مثل ضربات من الخلف رغم أننا جبرنا على أنه من خلال هذه التسريبات على أن هؤلاء الناس جبروا هذه الفرصة في الكلام من خلال هذه المنظمات اللي هي مشرية مشرية يكانها تعطيهم ديزاكري ديتاسيون ويطلعوا على الجلسة العلنية في مجلس حقوق الإنسان ويقولوا هذه الخطابات اللي نحن ماشيين من المنطقة واحدة وعارفين علنها لا ما هي مثلا ما هي سابقة بالأكثر هذا علن بعض الإخوة والأخوات المشاركين من الوفد المغربي اللي ماشيين من هون يعتذروا لنا ويعتذروا لي أنا شخصيا وعلن هذا لا رهو لا بيتيق وكلها يلعب مصاري يسرق منه حقا ضرورة أننا نعتذروا إيه لأنه نظرا لعندنا عندنا أمور خاصة بنا عندنا مصالح ندور الشغل ندور كذا ندور كذا إذن هذه أشياء كانت تحز في النفس وكانت منين يوقعكم إذا تحسوا على إنه فم اختراق مثلا لأدوات المعلوماتية اللي تستعملوا مثلا الإيميلات وكذا اللي هم والتليفونات أكيد. بالطبع أكيد كل جميع الاختراقات وكأكبر فيها قلت لك على إنه الكم الكبير من المداخلات اللي بدو يحصلوا عليها هذو المنظمات المشرية أي منظمات مشرية تحصل على العديد من المداخلات وتتيح عديد من الفرص التقديم هاي الناس اللي ماشية مع المغرب تقديم خطاباتها داخل الجلسة العلنية في مجلس حقوق الإنسان إلى أن ولله الحمد ظهرت هذه الوثائق اللي هي كيف قلت لك بعد الخبرة اللي عدلت عليها وأكد علنها أكيدة وأنا من هذا المنبر ومن منابر أخرى أدعو لإعادة فتح تحقيق في كل ما تسرب عن كريس كولمن يمس القضية الصحراوية ويثبت لأن مزاعم المغرب هي مبنية على شراء ذمم وعلى الرشاوي الكبيرة اللي في الوقت اللي الشعب المغربي الأخ هو في حاجة لهذه الأموال اللي تصرف على هذه المنظمات والشعب الصحراوي أيضا هو في حاجة الأموال اللي يتم اغتصابها وتم سرقتها سياني من الفوسفات وسياني من الثروات السمكية في الوقت اللي أغلبية شعبنا في المخيمات يعيشوا على الإعانات الإنسانية. خليني نطرح هذا السؤال على الأخت وميمة إلى عاد تسمعنا لأن الأخت الغالية ذكرت إنه هاي المعطيات اللي هي واردة في كريس كولمان وثائق كريس كولمان تكد تعود قاعدة لمتابعة والله فتح تحقيق قضائي لمعاقبة كل من يثبت علاقته بهذا الموضوع. هون أسألك بشكل رسمي كان هناك فعلا تفكير في تكليف يعني محامين ناس يعني ذوي الاختصاص من أجل فعلا وضع ربما شكاية دولية قدام إحدى المحاكم الدولية بهذا الخصوص والله متابعة حتى الأمم المتحدة
كطرف في هذا الموضوع. شوف الأمم المتحدة قطع عنها في أخبار وثائق كريس كولمان تبعوه شينغالو إنترنال أوبسيرفر سورفي أي أو إس، هذيك كيف اللي تعدل متابعة الموظفين التابعين الأمم المتحدة ضد الرشوة. فعلا عنه عاقب بك المتابعة وسكتت حتى هي وجمدت يا قير. شفنا الحمد لله عنه جميع المتورطين الأسماء اللي مرقت في الوثائق ذيك وثائق كاملة طارت من الأمم المتحدة. اللام مبين مثلا صاحب كومباس ما عرفت تذكروه، هو السويدي ذاك اللي قاعد كنا احنا شاكين عنه شخص يا برا محترم راسه، ذا هو يعني مخالف منتشر كبير. السيدة نابي بيلي اللي هي المفوضة السامية، انا نتذكر ذيك الساعة يعني حرمونا اللي هو كومباس ونابي بيلي حتى من الصورة مع الرئيس، وحرمونا عن رئيسنا، يجبر رئيسنا اللي هو محمد العزيز يراجع لقاء معاها حتى تقريبا يقول عنها 3 سنوات من المفاوضات. ولا لو كان ما هو ضغط الدول يعني يمشوا بهم، ولا حتى هي قطعا عنا هذا النوع من التصرفات غير أخلاقية، هو عبارة عن يعني سرقة من طرف المغرب لمأمورية هذا الموظفين، لأنهم يستعملوا ما هو لا رشوة وحدها. أنا الحاجة اللي على خالق واحد منهم يعني مثلا الكومباس هذا وعر عليهم يشرب الفضة، يعني ربما يعودوا شارين بصورة ولا بشي بابتزاز. نفس الشيء يا أستاذ إذا سمحت لي، ضريك إحنا ضريك حالا، إحنا ضريك حالا في أزمة كبيرة مع مفوضة القوات اللاجئين. المفوض السامي الحالي اللي هو السيد فيليبو غراندي، هذا السيد نحن هم اللاجئين اللي أكبر لاجئين تحت مأموريته اللي هم نحن صحراويين، يعني أكبر أكبر تكتل من اللاجئين، أكبر أطول عمر نقوله عن الغرب. أيوة. لأنه الفلسطينيين أطول منا، يقال الفلسطينيين عندهم بعثتهم وحدها اللي هي أونروا، يعني تشرف عليهم وحدهم. أما نحن تحت مأمورية المفوضية السامية لقوات اللاجئين، نحن هم أكبر حد من اللاجئين في العمر تحت مأمورية هذا السيد. هذا السيد مأموريته هو حمايتنا، وهو فرض على المجتمع الدولي إيجاد إعانات، إيجاد مساعدات لهذا اللاجئين حتى تنحل المشكلة السياسية. إذا هذا السيد حالا هو بنفسه مبلوكي تقرير حول عدد الإجمالي اللاجئين الصحراويين. تعرف عن هذا العدد الإجمالي هو شيء مهم حتى للدول المانحة وللمنظمات المانحة، لأنه يسهل عليهم العمل، ولأنه يساعدهم في إيجاد برامج للتنمية إلى آخره. وتعرف عن المغرب دائما يستعمل هذا الحق، هذا المغرب دائما يقول على أنه راهو يطالب بإحصائهم، بينما هو اللي مسخر هذا الشخص من أجل عرقلة خروج التصريح. لا هو قبال، يعني المغرب دائما يقول نحن باقيين نعرفوا اللاجئين كم واللاجئين ما هم خالقين وبلا بلا 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 بلا، وإحنا الصحراويين مرابطين عدد اللاجئين بعملية سياسية. يعني تدوروا عدد اللاجئين ولا تدوروا عدد الصحراويين، جيبوا لنا عملية سياسية استفتاء شيء معين يفرض علينا كاملين عنا فعلا نعطيكم عدد اللاجئين الصحراويين، لان كل مره نعطوا عدد ده هو ارضنا المستوطنين وتنكل من يعني من شيء يستعمل المغرب ضدنا. اذا فعلا خلق هون تفاهم ما بين الدوله المضيفه اللي هي الجزائر والبوليزاريو والامم المتحده. وفعلا داروا تقرير، هذا التقرير مراد 2018 شهر مارس، ومنذ 2018 إلى يومنا هذا، هذا التقرير ما فات شاف النور. وتعرف منه اللي من 2013 من 18 هذا السيد فيليبو غراندي اللي هو حالا مفوض سامي بدلا من يعود مدافع عن اللاجئين، هو يستعمل هذا يعني هذا التقرير باش ما يعرف حد عدد اللاجئين وباش ما يجبروا الدعم اللازم. إذا فعلا هناك يعني ياسر من 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 الطرق لفضح هذا. أنا متأكدة عن البوليزاريو ما هو له مثلا ينجر لهذه الحملات حتى يمرق ربما يعني نقول إحنا شيء قضائي،
ينقبض على الحيط ينقبض شي لك وهم الموس. طبعا كل زي اللي تتكلم كيف تتكلمت في اليو اس يقال عندها طرقها ما هي اللي تفرقها على العلن ولا هي اللي تتكلم ما هي اللي ترد على حد شنو اللي يتعدل الى اخره. اذا هذه كامله وثائق اقتنعت على المقرب متورط في شراء الذمم وعنه شيء ما هو شاري شيء ما هو شاري هذا ما هو خالف الصحراء لانه الناس تحترم راسها هي الناس تدافع عن حق الشعب الصحراوي والشعب الصحراوي بنفسه يعني راسه مزروق ذي 29 سنه ما نجابين مدافعين في الهيئات الامميه نظرا للنوع من الرشاوى. اذا نحن كصحراويين كيف قالت اختي الغاليه نطالبوا بمراجعه جميع القرارات خاصه في الاتحاد الاوروبي خاصه نذكروا اخبار من قدم سنته حيدار جائزه سخروف وسلطان خيس جائزه سخروف وخاصه نذكروا اتحاد اخبار الاخبار اسمه هذا الصيد البحري اتفاقيه الصيد البحري حاكم ناس كامله بقات يعني حاله فامها كيفتاش هذه الهيئه التشريعيه الكبيره اللي تمثل شعوب الاوروبيه كامله باسرها الديمقراطيه بين قوسين متورطه في ذا النوع من الفساد وفي دفع الشعوب لسرقه ثروات شعب اخر يعني محتل يعني. وهو الكارثه يا اخي رادي الليلي هو عنه المختصين القانونيين لهذه نفس الهيئه نصحوا جميع البرلمانيين الا يعني ينجحوا هذا 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 هذه هذه ايش قالوا الاكورد الاتفاق هي اتفاقيه هذه اتفاقيه لانها اتفاقيه غير شرعيه لان الصحراء وضعها السياسي والاقتصادي والتاريخي والجغرافي والثقافي هو نفس ما هو نفسه للمغربي. اذا لا داعي لادخال كل هذه الشعوب في سرقه يعني معروفه على 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 الملأ. صراحه فضيحه كانت وصراحه زين عندي عن صحراويين كان يشاركوا ذا اللايف وعن صحراويين كان يستغلوا ذي الفرصه ويركبوا على ذا المومنتوم اللي الجميع يتكلم عن ذا الفضائح باش نفضح المغرب واللي قد يبارطاجي شي بارطاجي واللي قد يظهر شي ظهر شي. وهذا يصحى الناس تتكلم قاع ديالت الناس تتكلم اللي عنده تيك توك يعدل لايف واللي عنده فيسبوك يتكلم في الفيسبوك لانه هاي ما هي قضيه قضيه الغاليه ولا قضيه اميمه ولا قضيه فلان هذه قضيه نحن جميعا وكل ما كثرت اصواتنا كل ما اثرنا طبعا. يا الاخ تفضلي الاخ محمد الرادي زين عندي ملي يشارككم واحدة من نسمعك شوي نسمعك شوي ضعيف الصوت ضعيف ماني عارف كان من انا سامعتها زين يا خي انا سامعتها زين مسموع غير صوت أمي ما شاء الله اعلى تعرف نحن هون تحت الاحتلال لا تحاولوا ما يكتمكم حد ان شاء الله ما يكتم صوتكم حد ان شاء الله قلت لانه خالقة عندنا جمعية واحدة في جنيف مقرها جنيف ينقالها بيردسو والبيردسو هذا حاول على انه يحصل على 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 لو ستاتيو ايكوسوك باش يعود قد حتى هو تم يعطينا احنا لي زاكريديتاسيون وتصور يعيط يمشي كل عام ذا الى نيويورك يا كانوا اجتاز ذاك الامتحان اللي عدلوا له وكل عام يلتغى حصوله على لو ستاتيو. مره ينقال له خاصك تعطينا ايميل ومره ينقال له خاصك تحدد لنا العنوان. اشياء تافهه. المسؤول عن البيردوسو كان ما عنده دليل تحت يده ذاك هو غير كان متاكد 100% على انه فهم وهذا على مستوى هذا على مستوى نيويورك على مستوى نيويورك لانه فم عمر هلال وعصابته سابق حتى سابق مجيء عمر هلال سنوات فم المخزن دائما طبعا كسر الاظفار من علن البيرتسو بحكم على انه هو المكتب حقوق الانسان مراقبه حقوق الانسان في المناطق المحتله كسر الاظفار على انه ليه يجبر هذا الستاتي وعادي يقعد وما هو العديد 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 من الاشياء ولا يستبعد مالي قضيه عدم توسيع صلاحيات المينورسو باش تشمل حقوق الانسان اكيد
التأكيد هذا كامل، والجميع اللي يعرف مثلا خبايا ما يحدث في اللجنة الرابعة مثل تصفية الاستعمار، محاولة المغرب كل مرة على أنه ينزع موضوع الصحراء المغربية باطن الغربية من داخل هذه المجموعة، هذا يؤكد قبال على رغبة المغرب في إضفاء شرعية على احتلاله للصحراء الغربية. ما هو باخل أي جهد، ولا هو باخل ولو يتورط في كل الفضائل الأخلاقية يتورط بها، ولكن هذه أعتقد أعلنها واحدة من الضربات الموجعة اللي خلقت له مع فضيحة الاتحاد الأوروبي، لأنه بفضل القضاء البلجيكي اللي فوت شهور، يعني حتى هو لين يتأكد من المعطيات اللي توصل بها، حد أنه فتح تحقيق وعند الاعتقالات في صفوف هذو الناس. هون ملي ندور أذكركم مرة جوفد الهون العيون وتريسوا هذا المسؤول قبال واحد من هذا المسؤولين في هذه الفضيحة اللي هو الفرنسي جيل باغنيو. جيل باغنيو جهون العيون وجابوا له المقاربة فعلا كل ما يسموه هما بالمجتمع المدني الصحراوي الموالي للطرح المغربي واستقبلهم. لين جينا نحن واللي نحن مثلا كاشحين عن وجاهنا، اعلنا صحراويين مطالبين بتقرير المصير واستقلال الصحراء، ونحن البوليساريو تمثلنا. عند منين دخلنا عليه وانا كنت في ذاك الوفد قبال، وتلين نقدموا له روسنا ليقولنا بدأ انتم قاع ما عندكم حق عليكم جوني هون، وانا ما نبغي نسمعكم بكم، اللي انتم كلامكم لا كلام بوليساريو ذاك تعبنا منه ما عندكم. وقعدت انا صراحة في ذاك الوقت بهذا اللفظ، يعني بهذا اللفظ، هذا النوع، يعني كأنه إنسان جاي من الاتحاد الأوروبي وعلنه مسؤول وكذا ويقول لنا بذي الصفة، ونهار إذا اللي شتوا في لايحة هذو الناس اللي كنت عليهم هذا الجريمة، وأكيد علنوا ليه نحبس لحول لي قوته، قلت علن يونجي الكريم لا بد له ينتقم للشعب الصحراوي بطريقة فلان اللي يعرف هو كيف تاش يقبض لنا احنا حقنا. اكيد الله فضيحة على انك انت ياكل اللي جيت وجابوك، فاكيد جايبينك المغاربة وجابوا لك جيوش من اللي يسمى المجتمع المدني عندهم. جينا احنا مجموعة قليلة الا ان فعلنا الحمد لله قوي، وابي يستقبلنا على ارضنا، ابي يستقبلنا ما يلي انه طبعا الاجندة اللي جايبها وجايبوا بها بيد الله يجوك وحدين مواليين البوليساري، والله يعرف البوليساري هم من نفسهم ويالتك ما يقير. هذا بعد ذاك الوقت احنا جينا متأكدين وعراته هذه التصرفات عراته قدامنا، اعلنوا انسان مشري. هذا قاع قبضنا احنا قاع في ايدينا ساعتنا ذيك اللي سمعنا كلام وقلنا قاع كثرنا منه الاظفار، قلنا هذا مشري قاع لا يطمع حد فيه خير. واضح. شوفوا الاخت وميمة فعلا يا بركات القالية عنه فعلا نحن شعب عاطي نيتنا للأمم المتحدة وخلصنا من جلودنا ومن وقتنا، يعني التلاعب بهيئات الأمم المتحدة يعني، لكن الحمد لله مولانا كان معنا وفضحهم ما هو إلا في الصحراء وحدها، فضح معاملتهم مع العالم كامل بأسره. إذن أنا لا يزيد على اللي قالت القالية لا مسألة ثانية، هي أخبار هذا المجرم اللي هو عمار هلال، هو ما زال إلى يومنا هذا هو شخص يعني معتمد عليه حقيقة، لكن هو مافيا مجرم عنده الشيكون بلانش وإكذب على حكومته باش يطلعوه، لأنه منين تقرأ بعد هذه المراسلات كريس كولمان تظهر قبال كيفاش هو ينفخ ياسر من الامور ينفخ فيها ويكثرها معناه على انه هو يكذب حتى على ذوك اللي معينينه في هاك المنصب، صح يكذب على قال ينجح مولي ذوك هما اللي راهو حتى هما هما عصابه حق هما عصابه هما 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 ينصبوا بينهم يغار ينصبوا مولي على 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 النظام الملكي، والملكي ينصب عليهم هما وتوفي شيء ينصب على شيء، هذا هو هاي طريقتهم في الاشتغال. والله بيلو ذا هالشي كامل، هذا الشيء كامل محور، وشنو هو اللي الفضة يعني هما أصلا يصارعوا على الفضة
وعلى سرقة الفضة، يعني المخابرات لا تجي تسرق المال العام باسم على انها راهي تناضل والله تدافع عن القضية من وجهة نظر المغرب، والخارجية تسرق مالي مع لا تجي، ولا تجي يسرق مع الملك، وهكذا هم كاملين شي من السراري. وانا باقي فيا كاع على انه الشعب المغربي ساكن يعني يعني قابض هذه السمعه، وهذه المافيا هو ماشي ضحيتها، ما صارت عندهم مصداقيه في العالم. حد تقول له منين تقول عندك جنسيه مغربيه مباشره الناس كامله تخرصك وتهرب منك كانه حد فيه جدري. يعني هو بنفسهم الشعب يعني المغربي وسخوا حق وسخوا الشعب المغربي وسعوا سمعه الشعب يعني. حتى هو بريء. ونقول لك يا استاذ انه الباقي فيه حتى هو ما افكرك عالم بضريبه الحرب في الصحراء الغربيه. يعني كل المغاربه اللي يشتغلوا عندهم ضريبه في رواتبهم، ينقالها ضريبه الحرب في الصحراء الغربيه. كانت اصلا خالقه، ماني عارفه كانت مازالت خالقه ولا مازالت خالقه. يعني كيفاش مواطن عادي يشتغل بعيد من ذا كامل، كيفاش يعني تستعمل براءته باش يحتل ارض ماده ثانيه ويدخل في الحرام ويدخل في شيء يعني ماله فيه لا جمل ولا ناقه. وصراحه بقينا كاملين منصدمين من ومنصدمين خاصه في طريقه استعمال فضله المغاربه في الفساد وفي فساد المنظمات الدوليه. يجب علينا ان نعرفوا ان هذا الفضه كان قبيل زيف المغرب ان يديرها في الاحياء اللي في الدار البيضاء، الاحياء احياء تصدير حاجه يا صفيح. ومثلا ديك 40% من المغاربه اللي يعيشوا اقل من دولار في 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 في, في اليوم، وديك 600,000 الشير اللي في الشوارع اللي بلا مدارس، واللي يحرق واللي يحرق في البحار واللي يبيع لحمه في صح. الخليج وذا كامل، يعني هذا فاصل فيه الشعب. والله اعتقد يا الاخوه ايه تفضلي يا اخت، اعتقد على انه اهميه ذي الفضائح اللي متورط فيها المغرب هذه طيله 47 سنه عندها ايجابيه واحده علمها عقب هذه موروكو جيت، ثبتت الاوروبيين على انهم ادعاءات المغرب احتلال الصحراء ما عندها اي حجه ثابته، انما هو احتلال واغتصاب ارض وتشريد شعب. وعلى ان كل واحد منهم ساهم في شرعنه هذا الاحتلال يرتكب جريمه انسانيه. وثبتت للعرب الملي بعد التطبيع اللي عدلوا المغرب مع اسرائيل من اجل كان اسرائيل تدعمه قضية الصحراء الغربية وبسط سيطرته عليها، ثم اللي ثبت الحمد لله الإخوة العرب الدول العربية اللي كانوا ما عندهم أي فكرة عن الصحراء الغربية وماسين علنها جزء من المغرب، ثبت لهم الحال علنه لا حجة له. وهذا الجيش سبحان الله هم اللي كذلك قطعت في كلامك الجيش كذلك سبحان الله مباشرة بعد تقريبا حوالي سنتين من عودة الحرب في الصحراء الغربية. أكيد إذن هذه المعطيات كاملة أعتقد علنها على قدر مرارتها وصعوبتها وتعقيدها، إلا أنها ستلعب دور جد مهم سواء في تحسيس الرأي العام الدولي العربي منه والغربي، وسواء حتى في إعادة نظر بعض المسؤولين في أماكن القرار وفي المؤسسات الدولية علنهم كفى من شرعنة احتلال لا لشيء إنما من أجل الرشاوى. يعني هذه فضيحة تؤثر حتى على سمعة هذه الأشخاص. ويكفيكم إعلان هذا الجيل هذا الفرنسي اللي كان معدل هذه المنظمة والله مكتبة جمعية للوبينج في مجموعة الضغط، وكانوا فيها شخصيات كيف موغيريني كانت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي. مباشرة عند من بالتورط في هذا النوع من الرشاوة وفي هذه الفضيحة استقالت هي واستقالت واحدة من السويد واستقالوا شخصيات كبار لأنهم ما هم ليلوثوا سمعتهم وتاريخهم مع واحد مجرم يبيع ويشري
في ويتاجر بدماء الشعوب وبمصائر الشعوب. أعتقد أن أعلنها ليعود لها مستقبلا من الإيجابيات ذاك هو أعلننا نحن كصحراوي مجتمع مدني. راهي الأخت مويمة تكلمت عن ذاك اللي ليت عدل الدولة الصحراوية اللي هي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وجبة البوليساريو. غير نحن كمجتمع مدني صحراوي يالتحق كل الجهات بإعادة فتح التحقيق في كل هذه سواء على مستوى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ما تسرب عن كريس كولمان وكذلك هذه الأحداث والفضائح اللي خلت مؤخرا في الاتحاد الأوروبي. زي الأخت أميمة ماني عارفه كانك متابعة شوي من الإعلام العربي بخصوص هاي الفضيحة، كان هناك اهتمام من القنوات التلفزيونية العربية الدولية اللي ألفنا على أنها مثلا تتكلم عن مثل هذه القضايا، والله هناك تواطؤ، حاسة على أنه هناك تواطؤ وهناك تستر على هاي الجريمة المخزنية. والله اسمح لي أول شيء عين نبدأ التستر قاعة البرلمان الأوروبي، تعرف منين قامت هاي الفضاحة كبيرة؟ البرلمانيين الأوروبيين مرقوا قرار وعنوا منع السلطات والله زاد صناع القرار القطريين والدبلوماسيين القطريين من دخول البرلمان الأوروبي. تعرف طلعوا أصحاب نحن خاصة الإسبانيين وقالوا بما أنه خالد قطر جيت توم عدلنا إليها القرار، قال هم اللي مرقوا جيت ويلا هم اللي نعدل نفس الشيء ونحرموا السلطات المغاربة من دخول مقرات البرلمان. شكرا. هو عنه ذي الاماندمون اللي قدم أصحابنا احنا ارتفضت لأنه فعلا مازال هناك الفساد يعني متوغل في البرلمان. ولا خصنا ما ننساو وتتذكروا الأرقام اللي مرقت في اتفاقية الصيد 2020 ما ذكر ما يخايتني تقريبا هو كان تقريبا 365 مصوت فرد يعني مصوت. ما هو حد قد يتحمل عنه اشخاص بذي القيمه وبذي النوع من النضج لا يسرقوا على اتفاقيه غير قانونيه كذا النوع ما هو لعت الرشوه فيه. وكيف تشوف انا عتلكم رايك هون بعض عواصم اتين لندن مكسيكو الى اخره هو نفس الاسلوب اللي المغرب يستعمل في جميع عواصم العالم لاجل انه ما يتكلم حد على الصحراء. اذا سولتني كان مرق شيء الاعلام حق الاعلام العربي انا ما شفت ولا تلفزه عربيه ولا حد تكلم في ذا ما عدا فرانس فاتكات ما نظن ما هي عربيه هي فرنسيه. وشفت تلفزات كيفت بي بي سي عربي على كل حال ذات تقنيه زينه. واليوم نتذكر هواري بومدين ذكرى وفاته يتبسم ويعرف عن الشعوب ما زالت على سيرته وأنه الجزائريين ما فاتوا خانوه وأن الصحراويين والجزائريين وجميع الناس اللي شريفة متابعة خطوات جميع الشهداء اللي ماتوا من أجل كرامة هذه الأمة وأن الجبناء والفاسدين ما عندهم مكانا بيناتنا من بينهم المحتل والقاضي المغربي اللي صراحة هو موضوع قلة استقرار في المنطقة وهو موضوع يعني فيروس نشر الفساد. نعم الفساد وقلة الاستقرار في منطقتنا صراحة اليوم هذا النوع من الوثائق اقتنعت عنه الشعوب على حق وأنه ما ضاع حق وراهم وطالب يا صحراويين زيدوا بحثكم زيدوا بنضالكم زيدوا بتآزركم وفي النهاية النصر هو حليفنا. وقيت شوف ما حدك تكلم بغاية نعرفكم الوثائق من بين ما تتكلم الغالية في الموضوع العربي. الأخت الغالية تفضلي أنه نحاول إن شاء الله نحاول نختمه. وعندي سؤال هو إلى حدود الآن كم عدد المعتقلين في هذه القضية في 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 البرلمان الأوروبي؟ وهل هناك احتمال أن هناك كلام على أنه ممكن العدد يصل إلى حوالي تقريبا 60 شخص متورط في الفضيحة؟ حتى نحن لا حسب ما تتبعنا يعني من الصحافة خاصة الأوروبية الجرائد الفرنسية والبلجيكية والإيطالية يتكلموا عن الاعتقالات فيه أربعة أعتقد فيهم نائبة الرئيس اللي هي ذيك
كيلي المسؤولة الكبيرة وأصحاب المغرب ذوك الاثنين ورابع هذول الأربعة بعد تم اعتقالهم إلا أنه يقال على أنه التحقيق سيشمل هذه واحد ومن ضمنهم بعض صاحبنا احنا هذا صاحب جيل هذا النائب الفرلان السابق اللي إن شاء الله الله حتى هو يتم اعتقاله لين يؤدي ثمن ويخلص الفضل اللي قط قبض من الرشاوي وفي الختام أنا أعتقد علينا ما عندنا يكون نشكرك الأخ الراضي على كل الجهود اللي تعدد سواء عبر يوتيوب أو التيك توك وهذا هو الواجب علينا يالتنا نواصل هذا زخم التعريف والتحسيس بعدالة هذه القضية إلا أنها قاع ولله الحمد عدالتها صبحت كنور على علم يعني كل السنوات اللي قضى المغرب هون قضاهم بفضل الرشاوي وشراء الذمم وليس بفضل حق له شرعية حق المزعومة والله مشكورة والله الأخت الغالية جيمي وكلمة أخيرة الأخت أميمة أخت أميمة أخت أميمة نفتح البوش بالسيف كلمتي هو يا الصحراويين لا تنسوا عنكم إلى يومنا هذا أنتم هم الفائزون يا الصحراويين رقم يعني مكائد هذا العدو اللي هذا رقم تآزر المفسدين ضدكم قضيتكم وزالت منتصرة والأمل إن شاء الله اللي خالق منه لا عنا إن شاء الله نتم متوحدين وراء رائد كفاح الذي هي الجبهة الشعبية حتى نيل الاستقلال وعن كل واحد منا كل صحراوي أينما كان هو مواطن في الجمهورية لفتح الاحتلال ولي يعني رص الصفوف وللتأطير ونظن أنك أنت راد الليلي نشكرك على ذا النوع من التأطير صراحة وذا النوع من التوعية وذا النوع من الشغلة الزينة ونطلب صحراويين كاملين أنهم يتابعوك وأنهم يتموا يعني يعطوك القيمة اللي أنت عاطي لذي الشغلة والوقت اللي عاطي وجزاك الله خيرا عن الشهداء جزاك الله خيرا عن الصحراويات يا صحراويين الاستراحة ما هي خالقة حتى النصر حتى رجوع اللاجئات رافعة رصهم شو أرضهم مستقلة بإذن هذا هو عادل على الشهداء ولهنتموا إن شاء الله للعدو سنكون له دائما بالمرصاد إن شاء الله ونبيكم والله آمين إن شاء الله مشكورين حتى والله إذا أنا نحييكم إن شاء الله ولا فرصة مقبلة بإذن الله تعالى إن شاء الله ونبيكم والله مرحبا وسهلا والله مرحبا وسهلا